موضوعنا القادم الحقيقة يحمل عدة جوانب، وراح نتكلم يعني عندنا الحمد لله في بلدنا المملكة العربية السعودية نفخر بمبادرات قيادتنا ودولتنا بشكل عام على مستوى العالم بما تقدمه للعالم أجمع من مبادرات إنسانية، وعندنا نماذج مميزة تقوم بمبادرات جدا رائعة. البروفيسور عثمان الطويرقي، طبعا بنحكي عن قصته ودوره الإنساني، هذا البروفيسور مختص في الجراحة التصحيحية للوجه والفكين، طالب فاعل الخير وأصحاب الملاءة المالية بالتبرع لمعالجة ضحايا الحرب في سوريا. الطويرقي هو أحد المتطوعين اللي حملوا على عاتقهم مساعدة ومعالجة ضحايا الحرب من الأطفال السوريين وأهاليهم، بيكون معنا في نقاش. وطبعا يعني سأقول لكم من الدكتور البروفيسور الطويرقي، هو من ضمن فريق الجراحة اللي كان له دور في أول عملية ترميم وجه بالكامل في العالم، بروفيسور عظيم نفتخر فيه. خلونا نتابع هذا التقرير ونتشرف أن يكون معنا بعد هذا التقرير. الذي يرتقي فيه آلاف الأطفال السوريين الأبرياء إلى مثواهم نتيجة الحرب الدائرة في ذلك القطر، آخرون لفظتهم الحياة ليتلقفهم الموت، يهربون منه إليه. في سوريا يبقى أطفال آخرون على قيد الحياة، ربما هو من حسن حظهم وربما لا، فوجه الزمان لم يبتسم لهم ولم يكتفي بالعبوس. ذهبت تقاسيم وجوههم لتحكي عن قسوة ما عايشوه، البعض فقد أطرافه، الآخرون فقدوا بصرهم، والبعض تعرض لحروق أخفت ملامحه. وبعيدا عن كل هذه المآسي والحسابات، هناك رجال أخذوا على عاتقهم محاولة مساعدة هؤلاء الأبرياء ومحاولة إعادة رسم البسمة على وجوههم. أحدهم هو البروفيسور السعودي عثمان الطويرقي المختص في الجراحة التصحيحية للوجه والكفين. دائما ما نسمع مقولة تتكرر، بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمعة، وها هو الطويرقي يضرب لنا أجمل الأمثلة لهذه المقولة. أن شارك في أول عملية زراعة وجه كامل في العالم، ها هو يذر نفسه وعلمه في خدمة لاجئي سوريا. دائما هناك أمل وإن كان الأفق أسود قاتمة، ودائما هنالك تفاؤل ولو كان الحال مضطربة، ما دام أمثال عثمان باقون في الحياة. شكرا للزميلين، الزميل شاهين المطيري اللي كتب هذا التقرير بكل براعة وبكل إحساس، وكذلك شكرا لقارئ هذا التقرير زميلنا مصعب المرضي اللي أعطاه هذا الروح، وشكرا لمن تواجد معنا الآن في الاستديو، البروفيسور الدكتور عثمان الطويرقي استشاري جراحة الوجه والفكين والتجميل. بروفيسور يا هلا بك. هلا والله، شرفتنا بتواجدك معنا،
شرفتنا بما تقوم فيه، ويمكن كان في بعض اللقطات اللي كنت قاعد تسهم فيها. يعني عندنا في البلد نماذج مضيئة نفتخر فيها ونرفع هاماتنا فوق ونقول هذه هي السعودية فعلا، يعني أنجبت رجال وأنجبت ناس متميزين في مجالهم وقاعدين يقدمون زكاة إبداعهم في مجالهم بهالجوانب الإنسانية. شكرا لأنك فعلا دكتور إنسان، ويعني تبيض وجهنا في هالمحافل. شكرا لك يا دكتور، وشرفتنا بتواجدك معنا. بسألك أنا، يعني الشباب خلونا ندخل في العمق الإنساني على طول من خلال هالتقرير، ما الدافع اللي يخلي الدكتور عثمان الطويرقي اللي اسمه كبير عندنا في البلد في مجال جراحة الوجه والفك، ويعني اسم موجود وحاضر وعالميا كذلك من خلال مشاركته في أول عملية ترميم وجه بالكامل، أنه يستقطع من وقته ويروح على الحدود في تركيا وقاعد يعني يعالج أطفال وضحايا حرب سوريا؟ أولا شكرا لكم الاستضافة. ذهابي إلى سوريا كان يعني دعوة من الإخوان اللي هم لنب لدى تحت مظلة الأمير تركي بن طلال، ومجموعة من الأخوان الزملاء اللي اشتغلنا معهم مدة طويلة في المجال هذا، من ضمنهم الدكتور البكري والدكتور هشام فؤاد هاشم والدكتور القطان، وكل هذول يعني بدأوا مشوار قبلي صراحة في هذا المجال، لكن في هذه حالات معينة اشتركنا فيها كونها معقدة والإمكانيات قليلة في هذا المخيم، فظهرت الصورة لهذا خصوصا هذا الطفل اللي عالجناه بشكل أو بآخر، إذا كان موجود في عندكم في الاستديو بيوروا اللقطات. فهذا كان يعني تغير بشكل واضح، لأنه كان أمه يعني مثلا هو عمره سنة وشوي، وأمه ذهبت في بعدة مناطق حتى تعالجه، لأنه شكله يعني أول شيء مخيف بشكل أو بآخر، والأم يعني كانت بشكل أو بآخر تتجنب أنه هي يعني حتى بعض الأحيان أنه تنظر في وجهه. فالحمد لله الله قدرنا وسوينا هذه العملية، وصار حتى الأخوان السوريين. هذه صورته يا دكتور، هذه صورته، بس هذا بعد العملية. هذا بعد والصورة اليسار مو قبل العملية؟ لا هذا بعد العملية. بعد العملية. أيوة. إحنا بس يمكن ما ودنا تظهر الصورة. تظهر الصورة لأنها فعلًا مؤلمة بشكل كبير، على أقل تقدير يعني بعد ما قمتم به العملية دكتور وكان لكم هالدور هالبصمة. البصمة الإنسانية دكتور كيف كان أثرها على نفسك؟ وأكيد إنك يمكن شفت قصص، شفت مشاهد أكيد ما زالت عالقة في يعني ذهنية عثمان الطويرقي وكذلك في قلبه. والله أكثر شيء أثر يعني في الإنسان هو إنه نفس هذول المرضى يعني يحبوا الخير لغيرهم. يعني مثلا كذا مريض يحتاج إلى إنه يقعد في المستشفى أو المشفى هذا الصغير البسيط هذا، لكن إذا قلنا له إنه في واحد ثاني يحتاج السرير هذا يخرج، مع إنه هو محتاج كذلك، لكن ينظر كأنه هو جزء من الإعانة لأخيه الثاني. فهذا التقديم النفس أو يعني إعطاء الفرصة للآخرين، هذه يعني كمان مشاهد مؤلمة شاهدتها بأم عيني كاركتر. والله أكثر شيء شفته يعني مؤلم هو كثرة الأطفال المحروقين صراحة. يعني تقريبا 80% من المرضى اللي نشوفهم يعني فيهم أكثر شيء حرق. والحرق هذا يعني بعض الأحيان يوصل بدرجة إن هي الإنسان ما يحرك رأسه، يعني حتى لما نجي نخدره صعبة تخديره، لأنه الجلد والمنطقة كلها تصلبت. وكذلك تعطي انطباع عن أنواع الأسلحة اللي مستخدمة. يعني أعتقد كان في مقابلة قبل كذا وكان هناك
قناعة تامة أنه في استخدام النابال والأشياء الحارقة، الأسلحة الغير مشروعة، غير مشروعة عالميا تستخدم. لا تستبعد من هذا النظام الحقيقة، يعني الذي يعني الأخلاق كلها معدومة والإنسانية فيها أن يقوم بهذه التجاوزات. الشيء الثاني، المشكلة زادت بشكل أنه الناس المحتاجين، كان في صورة أخرى لكن الناس المحتاجين اللي هم بسن البلوغ أو أكثر، هذول كذلك ما يدخلوا إلا بفلترة معينة، ففي نهاية الأمر ما صرنا نشوف إلا أطفال ونساء. يعني حتى الناس المحتاجين اللي هم الشباب يحتاج إلى وقت حتى يعبر الحدود إلى تركيا. طيب هذا يدعوني لتساؤل، هل هذا هو ما جعلك تطالب رجال الأعمال وأصحاب الملاءة المالية أن يكون لهم إسهامات لعلاج ضحايا حرب سوريا؟ أنا أعتقد أنه الإنسان يدفع حياته كاملة يجري وراء المال أو الملأة المادية، طبعا هو يدفع جزء من حياته ليحصل على المال هذا، فكونه يدفع المال هذا كأنه قدم جزء من حياته للأشخاص هذول. فالمال ليس هو المال فقط، هي وسيلة لإيصال تعب الإنسان وإسعاد الإنسان فأتمنى أنه الحلقة هذه تعطينا الدافع. دكتور أحس أنك تتكلم بحرقة. أي والله. تتألم بك، تتحدث بكبد وكأنك تقاوم يعني الحشرجة والتأثر وأنت تتحدث، وأكاد أجزم وأنت تتحدث قاعد تتخيل المشاهد اللي أنت شفتها. صحيح. والجراح متعود على الدم ومتعود، لكن مع ذلك متأثر يا دكتور. الجراح يعني تتهمون بقسوة القلوب، وأنا أشوف قدامي واحد رقيق قلبه متأثر من المشاهد. المشكلة أنه يعني لما تنظر أنه قديش تقدر أنت تسوي مثلا كجراح، لكن في نفس الوقت تنظر لعدد الناس اللي يصابوا يوميا. يعني مثلا نتكلم على آخر حصار في سوريا مثلا، يعني عدد مهول. يعني مهما قدمنا في مشهد أبكاك، مهما قدمنا يعني بشكل أو بآخر ما نقدر نغطي المشاكل هذه. الشيء الثاني اللي كذلك يحس في النفس هو أنه في بعض الناس يأتوا من الخارج كي يتدربوا على هذه الحالات، لأنه الحالات هذه نادرة مثلا، خصوصا في المشاكل الطرفية والأعصاب الطرفية. فمثلا نتكلم مع الأخوان اللي هم متخصصين في هذا الشيء، فيقول مثلا أنا أتخرج من كندا بلكن ما أشوف إلا حالة أو حالتين من هذا الشيء، ويجون يدربون على هذا. وإذا كانت الحالات بهذا الشكل فإن هذا يعني مكان للتدريب. هذه نظرة بعض الأطباء دكتور اللي يجوا من الغرب ولو يشاركون فيها الأعمال، ولا من نظرة مين؟ والله يعني هو ما في مشكلة أنه يتدرب الإنسان، لكن ويكون عنده بادرة للقيام بعمل الإنسان، لازم يكون في واحد يعني يشرف عليه ويعطي له الأشياء اللي هي تعطي النتيجة اللي ينظر لها المريض أو اللاجئ هذا. دكتور إذا أنت تتحدث عن مأساة حقيقية فعلا تحتاج إلى التفاتة. جدا جدا. المشكلة أنه من وين نبدأ؟ أعتقد أنه أقل شيء يقدمه أصحاب المال هو دفع المال، أقل شيء هذا. طبعا في ناس يدفعوا من وقتهم مثل أصحاب زملائنا في المهنة، وكذلك يعني وكانك بعد ترسلهم رسالة يا زملائنا في المهنة بعد يجب أن يكون لكم مبادرة. صحيح، لأنه يعني مجموعتنا مثلا ما تقدر تغطي طول السنة. فكذلك إذا كان في تكاتف من الأخوان الأطباء كذلك يعني يعطوا وقت. طيب أنا أكيد من هالمنبر بعد نضم صوتنا صوتك يا دكتور برسالة لرجال الأعمال واللي عندهم ملاءة مالية يساهمون فعلا بتبرعهم لتحمل تكاليف علاج المصابين في الحدود في سوريا، والأمر كذلك للأطباء
نمكن لهم مبادرات إنسانية مثل ما قاعد يقدمه الدكتور. الأمر الآخر كذلك احنا نتحدث عن استشاري عالمي يا جماعة، دكتور عثمان الطويرقي اللي شارك في أول عملية ترميم وجه بالكامل، صحيح؟ صحيح، هي تعتبر الرابع والعشرين عملية لزراعة الوجه، لكن هذه أول واحدة تعتبر بالكامل اللي هو الوجه والعنق والفك مع الأسنان، يعني ما بقي إلا العيون فقط اللي هي لم تدخل في عملية. تحدث عنها وسائل الإعلام العالمية يمكن هلا. صحيح، هذه في حدثت في قبل 3 سنين صراحة. ونشر خبر عنها في جريدة الرياض وجريدة الجزيرة وكذا، لكن يعني أنظر لها الآن نظرة من منبر دعوة إلى يعني مرضى سوريا ولاجئين سوريا، أشوف الرجوع النفسي أو اللي أخذه منها كتشريف هو علاج السوريين أكثر. الله يعطيك العافية دكتور. أخيرا رسالة من هذا المنبر تريد أن توجهها؟ يعني أول شيء أشكر أخواني الأطباء اللي يعني استضافوني وخلوني أبدأ في هذا المشوار معهم، وكذلك نلبد النداء كذلك لهم، يعني ما شاء الله عليهم اللي هو الأمير تركي والمجموعة، وكذلك الأخوان اللي هم في المشفى الأمل، يعني ما تتخيل قديش هم حريصين أنهم يتصلوا على المرضى وأنه في أطباء مناسبين لهذه الحالات وكذا. لكن الكمية المرضى تفوق بأضعاف كثيرة الإمكانات. الإمكانيات هذه ممكن الرجل الأعمال يحطها كصدقة جارية صراحة، لأنه الجهاز اللي نشتريه مثلا ما يكلف كثير يعني من القيمة، لكن يستخدم في كذا حالة، في إنقاذ حياة. في إنقاذ حياة، صحيح. شكرا لك دكتور عثمان الطويرقي، البروفيسور الاستشاري في جراحة الوجه والفك والتجميل. أشكرك، أشكر هالروح الإنسانية الموجودة بداخلك، رغم أنكم الجراحين متهمين أنكم قلوبكم قاسية، بس قاعد أشوف إنسان يعني فعلا عظيم عنده جانب إنساني، وأنا أشوف واحد فعلا نفتخر فيه، نرفع رؤوسنا بهالمبادرات عندما تأتي من ناس متميزين من هذا البلد يقدمون الخير، اقتفاء لأثر بلدنا المملكة العربية السعودية وأثرها الواصل لكل العالم. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.